بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، اليوم الخميس 5/10/2023، نوثق لكم من مدينتنا الحبيبة الزبير ومن عاصمتها أيام زمان رشيدية الأولى، موقع تاريخي وأثري وديني، ألا وهو مسجد الذكير. مسجد الذكير، طبعا هذه سكتنا وأيام الطفولة ولنا فيها ذكريات جميلة. بناء مسجد الذكير بعد أن تمت تكملة مدرسة النجاة، بني مسجد الذكير سنة 1341 هجرية، أي 1923 ميلادي، ملاصق إلى مدرسة النجاة. ومن ذكرياتي للمسجد بباب خلفي يعبر من مدرسة النجاة إلى المسجد لأداء الصلاة طلاب المدرسة والمعلمين والهيئة التدريسية. هذا الباب الخلفي اللي يعبر إلى مدرسة النجاة. طبعا بناه الأخوين حمد وسليمان المحمد الذكير، ذكرت نفس السنة. وبعد فترة من الزمن جدد بناءه حامد بن عبد اللطيف الحيدر على نفقته الخاصة بملحقاته كاملة. طبعا الشيوخ اللي أموا المسجد أنذاك، أولا الشيخ محمد أمين الشنقيطي، يجي بعد الشيخ يعقوب بن صالح الصالح، وفي السبعينيات في زماننا آنذاك شيخنا وجارنا عبد الله بن محمد الرابح. وفي السبعينيات هذه أتذكرها كنا نصلي خلفه عبد الله بن محمد الرابح، والمؤذن آنذاك الله يرحمه حميد الثوين. راح أصور الحرم بعدين داخل. العوائل اللي كانت تصلي بالمسجد، رواد المسجد نفس المنطقة أهل الرشيدية الأولى، هم بيت الراشد، الفليج، بيوت الصباح، بيوت الحسن، الزامل، الجويسر، البعيجان، عوائلهم كلهم أولاد عم، القريشي، الغنيم، الخليوي، النصار، سويدان، بيت الشرهان، الدليجان، عبد الوهاب الجريد، ابو عوده العوده، ابو عدنان اللايح، هذول كلهم المصلين. وهذا الحرم، داخل الحرم راح اصلي. لا تنسونا بالدعاء، اخوكم سعيد دليشي الخالدي في موقع اخر هذا المسجد. السلام عليكم. وهذا داخل المسجد، أخوكم سعيد الدليشي الخالدي، وهذا مؤذن المسجد أخونا الكريم. من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطعام.